مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. تفاصيل وفاه القمص ارسونيوس وديد اللي اتقتل غدرا في محافظه الاسكندريه على ايد احد الاشخاص. طبعا هنجيب لحضراتكم التفاصيل كلها والحكايه كامله، وكمان هيكون معانا فيديو للشخص اللي عمل فيه كده بالغدر اثناء ما كان في رحله سياحيه. ايوه بالظبط، كان في رحله سياحيه مع مجموعه من الاشخاص، وكانوا في احدى الشواطئ في محافظه الاسكندريه، في شاطئ اسمه شاطئ ابو هيف، طبعا على طريق الكورنيش في الاسكندريه. وبعد ما خلصوا الرحله السياحيه بتاعتهم وخارج مع الشباب، فجاله واحد بيقول له اديني حاجه لله يا ابونا، فبيطلع له من جيبه كده يعني اللي فيه النصيب علشان يدهوله. جاله واحد من وراه غدرا وطعنه 3 طعنات، من ضمنهم طعنه جت في شريان رئيسي في رقبته. طبعا الناس في الوقت ده ما كانتش عارفه تعمل ايه، حاله هرج في الشارع، يعني موقف غريب ومحدش اتعرض لموقف زي ده قبل كده. وكمان الشباب اللي كانوا معاه يعني عارفين ان القمص ارسونيوس وديد شخص محترم، شخص ملوش في اي حاجه، فواقف ويتعمل كده فيه، فحاولوا ان هم يمسكوا الشخص اللي عمل فيه كده قبل ما يهرب، وبالفعل تمكنوا من القاء القبض عليه. في نفس التوقيت كان في شباب طلبوا له الاسعاف ونقلوه على احدى المستشفيات التابعه للقوات المسلحه في محافظه الاسكندريه. طبعا كان لسه فيه الروح، اول ما وصل هناك حاولوا يسعفوه، يعني يعملوا له الاسعافات الاوليه، ولكن لفظ انفاسه الاخيره داخل المستشفى. ربنا طبعا يرحمه ويتقبله ان شاء الله. القمص ارسونيوس وديد عنده تقريبا 54 سنه، مواليد 1966. الشخص اللي عمل فيه كده زي ما حضراتكم شايفين ملتحي، وفي بعض الاقاويل بتقول انه كان بيهزئ بكلام مش كويس، يعني عمال بيقول انتوا مش عارف ايه وانا هنتقم منكم، واقف بيهزئ كده بكلام مش مفهوم وكلام مش معروف هو ايه. ففي ناس بتقول ان هو حالته الصحيه في حاجه او مش متزن نفسيا. عموما هو تم القاء القبض عليه وحاليا موجود في قبضة الأجهزة الأمنية، وأي تفاصيل جديدة هنطلع وهنبلغ حضراتكم، وخالص تعزينا لكل الشعب القبطي. طبعا في ناس كمان بتتكلم على أنه المسلسلات الوطنية زي مسلسل الاختيار، وبيكشف حقيقة فعلا الإخوان وحقيقة اللي كانوا بيعملوه وحقيقة اللي كانوا عاوزين يعملوه في البلد، وأنهم كانوا هيودوا البلد دي في حتة تانية خالص، وكانوا بالفعل هيودونا بالبلد كده في داهية. لما كشف الحقائق دي كلها، فلازم يكون ليهم زي كده ضربات رد فعل على ان احنا كشفنا اللي كانوا عاوزين يعملوه. عاوزين نقول لهم ان احنا مش هنوقف اللي احنا بنعمله، سواء في الاعلام او في الدراما، وهنكشف حقيقتكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يفكر يوقع ما بين يعني اخواتنا الاقباط، لان دايما الاقباط والمسلمين ايد واحده، كمان يعني في مصر تحديدا، ومحدش هيقدر يفرقنا ابدا. وخالص تعزينا مره كمان، ودي كل التفاصيل كلها بالكامل، اي تفاصيل جديده بخصوص الموضوع هنطلع وهنبلغ حضراتكم. شكرا ليكم، سلام.